السلام عليكم مشاهدينا الكرام. كما شفتوا اليوم واحد الفاجعه اخرى كيهتز ليها المغرب، وبالضبط كتهتز ليها مدينه سيدي رحال، بحيث ان واحد القاصر كيبلغ من العمر 17 سنه خرج بالبندقيه ديال الاب ديالو اللي هي ديال الصيد، الاب ديالو صياد، وجلس يتيري في عباد الله، قتل ثلاثه او اربعه ديال الاشخاص. غادي نشوفوا في هذا الفيديو اخ ديال احد الضحايا اللي هو كان تيخدم في الالومنيوم، اللي مازال صغير تيبلغ من العمر يمكن 26 سنه، جالس مع الاخ ديالو والصاله والدين الله يعمرها دار. مسكين رزاف في الشباب ديالو، غصبوا في حياته بدون حق، يعني ما دار ليه حتى شي حاجه. هو ضرب مع شي واحد على كارو، مشاهز المكحله ديال الاب ديالو وخرج تيتيري في عباد الله. دابا هذاك اللي كان عنده معاه المشكل ما قاصوش، ما عنده ما حتى شي علاقه، خرج كيتيري في ناس اخرين ما تيعرفهم ما تيعرفوه، غير بانوا له في الطريق. وهذا الشيء المشكل انه امام واحد الاعداديه اللي وقع هذا الشيء هذا، والحمد لله انه ما وقعش في الوقت ديال الدخول او الخروج، كانوا التلاميذ ديال الله دخلوا الدراسه ديالهم، ولكن كانت اثناء وقت الدخول او الخروج كانت غادي تكون الكارثه كبيره وكبيره بزاف. وما نطولش عليكم، نخليكم تسمعوا الصريح ديال الاخ احد الضحايا. والسلام عليكم المغاربه كاملين، كنتمنى هذا الفيديو هذا تبارطاجيوه، وهاد السيد هذا اللي دار هاد الجريمه اللي البشيعه في هاد الاخ في هاد الاسر هذا، وضيع الشباب يعني في يلا بداو في الحياه ديالهم وخد منهم الشباب ديالهم. وكنتمنوا من السلطات تاخذ اقصى العقوبات في حق هاد السيد هذا، واخا حنا الضحيه خويا مشى، انا ما عندي ما ندير بديك. الاخ ديالك شحال كان عنده؟ عنده 25 سنه، خدام في الومنيوم وكان في العمل ديالو. اخ ديالي مجنب هاد يعني شي حاجه ديال الاجرام ولا شي حاجه، يعني الصاله وسكن معايا في الدار وبخير، وكاع الناس كيعرفوه بخير وعلى خير، اخلاقه كيعرفوها الكبير والصغير، يعني اخلاق طيبه. وهاد السيد هذا جا رزانا فيه، الله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ فيه الحق، والله ما نسمح له لا دنيا ولا اخره، لا هو ولا لك الاب ديالو اللي مخلي ديك البندقيه ديال الصيد اللي خليها تهزها الولد ديالو خرج كيقتل بها عباد الله. راه حشومه هادشي هذا، الناس كدير داكشي هذاك بالقوانين ديالو كتسوس عليه، راه ما كتعطيش للدراري الصغار يمشيو يتفرجوا في الالعاب ويجيو يطبقوا فينا في الشوارع مباشره، راه داكشي عيب. الله ياخذ فيه الحق دنيا واخره. نخليكم دابا اخواني اخواتي تشوفوا الحاله ديال الزوجه ديال الضحيه الثاني اللي حتى هو تضرب بالرصاص من طرف هذا القاصر هذا. تشوفوا الحاله ديالها اللي حاله يرتالها، كتقطع القلب. ما تقد انا بعدا ما قدرتش نكمل التصريح ديالها كيفاش كتهضر. فهذا واحد المقطع صغير من الشهاده ديال الزوجه هادي. تدروش ما خسر حتى واحد، ما يدير حتى واحد، السيد حقرو ضربو قتلو خلى على ولادو يتامى، ولادو عندو خمسه يتامى بقاو تلوحو في دنيا، انا ما عرفاش ليهم يتامى من ولادي، ولادي باقا صغار ضيعني في ولادي، ضيعني 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 هاد السيد ضيعني في الزمان. خويا ماشي راجلي، راه خويا راه صاحب ولادو ماشي باهم، راه صاحبهم راه صاحبهم راه صاحبهم راه صاحبهم، ضيعوني ضيعوا لي راجلي ضيعوا لي راجلي ضيعوا لي ولادي. طلبوا من سيدنا، طلب من سيدنا يدير لي شي حل، يدير لي شي حل لهذا السيد اللي ضرب لي راجلي. قتلو يقتلوه كيما قتلوه هوايا، وقتلوه قتلوه كيما قتلوه هوايا. كما شفتوا الحاله بصراحه ديال العائلات ديال هاد الضحايا اللي ماتوا، حاله صعيبه وصعيبه، الله يكون في عوانهم. ساكن كانوا عايشين هانيين في رمشة عين، كيجيهم الخبر ديال الوفاه بهاد الطريقه هادي. الله ياخذ في هاد المجرم الحق، ولكن المسؤوليه الاولى كنحملها للاب، لان عارف ان عنده ابن منحرف ومخلي ديك البندقيه في المتناول ديالو، خليها في الدار ما مسورت عليها، ما مخبيها، ما دايرها في شي مكان اللي ما يعرفو حتى شي واحد. هاد الاب هذا بصراحه راه بان ليا حتى هو ما مهتمش بهاد البندقيه هذه،
وما عارفش القيمة ديالها وحاطه عندها حاطها عنده في الدار، لأن هذا راه سلاح سلاح وكيشكل واحد الخطورة كبيرة على الوليدات سواء صغار أو كانوا قاصير مازال ما ناضجينش. يعني عندك هذا السلاح هذا كنتي تحطه في شي مكان ما يعلم به إلا أنت، صافي ماشي من هب ودب عارف فين حاط أنت هذيك البندقية مخصصها للصيد، من تسالي بها خزنها في شي مكان اللي ما يعلم به حتى شي واحد، ولا خليها عند شي واحد من الأصدقاء ديالك اللي تكون عارفه بأن عنده شي مخبأ ولا شي بلاصة يخبي فيها حتى هو البندقية ديالو. فهاد الأب تيبان ليا بأن حتى هو يجب الاعتقال ديالو، لأنه كيتحمل كامل المسؤولية. فاليوم كنهضروا على جريمة من الجرائم اللي ولاو ظاهرة، هاد الظاهرة هادي ديال القتل اللي ولات في تزايد، ويعني ما فهمتش أنا، ما كاينش شي أسبوع تيدوز بلا ما نسمعوا بأن راه وقعت جريمة في شي مدينة، ما كاينش شي أسبوع كيدوز بسلام والو، ما كاينش ضروري. دابا المشكل ماشي غير جريمة وحدة في أسبوع، راه أكثر من 4 5 6، راه بزاف هادشي هذا. راه كيما قلت لكم فيديو سابق، راه تيجيب لي الله حنا ما بقيناش في المغرب، راه تيجيب لي الله حنا في كولومبيا أو شي دولة من دول أمريكا اللاتينية. أنا راه ما فهمتش هادشي هذا، راه بصراحة ولا تيبان ليا السؤال المطروح هو فين كاين الخلل، واش في المواطن ولا في السلطة؟ علاش ما يطبقوش الإعدام أمام الملأ للحد من هاد الظاهرة هادي، باش حتى شي واحد ما يبقى يزعم أنه يهز شي سلاح ولا يقوم بشي جريمة. راه بصراحة كما قلت لكم الأب بالطبع هو المسؤول، والأم بصراحة راه أكيد غادي تكون خارج التغطية، أما بشأن المهلوسات فحدث ولا حرج. القرقوبي، المخدرات، الخمر، هذاك الشيء راه الشباب ديال اليوم إلا من رحم ربي راه ولاو كيتعطاو لهذا الشيء بكثرة، والمروجين ديال هذا الشيء هذا هما اللي خصهم يتحاربوا، خصهم يتحاربوا المروجين ديال هاد المهلوسات اللي كتهلك الشباب ديالنا وكتفتك بهم يوم عن يوم. ضروري يجب محاربة هاد التجار ديال المخدرات، لأنهم السبب اللي تيأدي لهاد الجرائم هادو اللي ولاو بلا عداد. فالله يدير شي تاويد الخير، والله يحمي الشباب ديالنا من هاد الجرائم هادو، لأن غادي تطبق عقوبة الإعدام، غادي نحدو من هاد المخدرات والتجار ديالهم، راه البلاد غادي تنقى وما غاديش نبقاو نشوفو جرائم كما كنشوفو دابا يوميا يوميا تقريبا، وكل اسبوع كنسمعوا جريمه. ما كما قلت لكم ما يمكنش شي اسبوع يدوز نقي، هذا راه ما تنهضرش على شهر، تنهضر على اسبوع. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اخوتي كنترحموا على هاد الضحايا هادو، الله يصبر العائلات ديالهم كاملين. حتى نتوما اخوتي اي واحد شاف هاد الفيديو ما ينساش انه يدعي بالرحمه والمغفره لهاد الضحايا هادو. وش غادي نقول لكم؟ السلام عليكم.